السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. طبعا لسه مكملين مع بعض في سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة الحلقة الخامسة إن شاء الله، وده اليوم الثالث. الناس اللي مش متابعنا من الأول، النهاردة اليوم الثالث لوصول الغنم، والحلقة الخامسة دي إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن العلف، عن العلف اللي هنستخدمه في التسمين. طبعا اكتر من 80% من مصاريف دورة التسمين بتكون علف، اكتر من 80% عبارة عن العلف. فطبعا المربي الناجح والشاطر هو اللي يعرف يكون علف باعلى نسبة بروتين ممكن واقل سعر، باعلى نسبة بروتين واقل سعر ممكن. طبعا ده راجع لمعرفتك بالبدائل، بديل كل عنصر. ده انا عملت فيديو على القناه واسمه كيف تستطيع تكوين علف لتسمين الاغنام باعلى نسبه بروتين واقل سعر ممكن، والفيديو ما شاء الله يعني نسبه المشاهده فيه ما شاء الله يعني يعتبر من اعلى المشاهدات في القناه. بس ده اللي عاوز يرجع للتفصيل يعني يرجع للفيديو. بس طبعا ده مش موضوعنا، مش هنتكلم عن الاعلاف بالتفصيل ده، احنا في موضوعنا في مشروع تسمين الاغنام. الناس اللي متابعانا بالصوت والصوره كل حاجه على طول بالصوت والصوره، ما عندناش كلام نظري، كله تجارب عمليه. العلف طبعا انا جبتها هنوريها لكم دلوقتي، عباره عن ايه المكان. طبعا لسه تحت الانشاء، بس اليومين دول انتوا عارفين الشغل مكثف في البدايه، بيحتاج شغل ياما الغنم، فالواحد مش فاضي لسه لتظبيط المكان، بس ان شاء الله هنظبطه ان شاء الله مع بعضنا ان شاء الله في الفيديوهات. المهم عشان ما اطولش عليكم، العلفه اللي جبتها عباره عن كسر فول، ده عباره عن كسر فول وذره، دي شيشه فقط لا غير. بس طبعا كسر الفول السعر اللي هنقول لك عليه، طبعا عشان في ناس، طبعا ان شاء الله هنعمل حلقه لدراسه الجدوى برضك ان شاء الله بالتفصيل، كل حاجه بالاسعار والغنم بالاسعار والمصاريف كل حاجه، عشان الناس برضك اللي تسجل الاسعار. كسر الفول ده السعر اللي هتسمعه دلوقتي ممكن تستغربه، دي راجعه طبعا لشطارتك في الشراء وتدور على الاماكن اللي بتجيب منها. كسر الفول اللي انت شايفه ده لسه جايبه امبارح ب 4 جنيه، ب 4 جنيه كسر فول ما شاء الله 100%. واضح معايا، ده كسر فول ب 4 جنيه ودي شيشه ب 3 جنيه ونص. بنحط كيلو شيشه على كيلو كسر فول، اهي العلفه متخلطه، كيلو شيشه على كيلو كسر فول. نسبه البروتين في الكسر ده طبعا راجع يعني لنسبه الفول فيه ونسبه القشر، نسبه الكسر، واذا كان في اي مخلفات. لا ان شاء الله هو ما فيهوش اي مخلفات، ان شاء الله عباره عن كسر فول بس في نسبه قشر عاليه شويه. هنعتبر الكسر ده، انا اعتبر نسبه البروتين فيه حوالي 22%. طبعا لو عاوز نسبه بالتفصيل بالظبط، نسبه مظبوطه يعني، بتودي المعمل وتحلل، بس طبعا احنا بنستخدم نسب تقريبيه وبتبان معاك في التحويل في الغنم. طبعا هنتابع مع بعض التحويل بالميزان، كله بالميزان. المهم دي لو عملناها 22% والذره 9%، يعني هيديك نسبه بروتين 15.5 او 16% ان شاء الله العلفه بتاعتنا، ودي نسبه ممتازه كويسه. في اعلى من كده؟ السعر كام؟ السعر 4 جنيه الا ربع، كيلو ذره ب 3.5 مع كيلو كسر فول ب 4 جنيه يعمل لك 8 7.5 على الاثنين فيها 4 الا ربع. ده سعر الكيلو من العلفه اللي انا عملتها، 4 جنيه الا ربع و16% بروتين، يعتبر ممتازه. المهم طبعا لما بتخلص العلفه انا بستخدمش، بركزش على حاجه، الخامات دي مش موجوده باستمرار عند العلاف، دي تعتبر تحت اسم مخلفات، تحت اسم مخلفات دي، بس الدرجه بتاعتها ممتازه، تستخدم كعلف 100%، مش اي واحد يشتغل بالمخلفات. المهم طبعا لما تخلص الحاجات دي وما لقتش الخامه دي، هنشتغل على الصويا والرده والدشيشه زي ما احنا عارفين العلفه بتاعتنا الاساسيه. كده حطينا العلفه كيلو ذره على كيلو كسر فول. الاضافات طبعا ده شيء اساسي في الاول، لازم الاضافات، السر المكون الاساسي اللي لازم استخدمه بالذات لما تكون الغنم لسه جديده بستخدم ده، يعتبر الحل السحري يعتبر للكمه دي، عباره عن كربونات، بيكربونات الصوديوم.
اللي هي تحت اسم كربوناتو، ده كربونات الصوديوم او بيكربوناتو، اللي هو بيكربونات الصوديوم. المهم ده بتستخدمه على العلفة، ده بيخفف معاك اثر اللكمة لو حصلت اي لكمة، بالذات لما تكون غنم مش متعود على العلف ودخلتها العلف مرة واحدة، ده اساسي ما تشيلوش من العلف لاول فترة الاستعمال، اول اسبوع 10 ايام بس اساسي. الكربوناتو اساسي تحطه على العلف في حالة استقبال الغنم لسه غنم جديدة داخلة على علف، او تغيير العلف بتغير العلف مباشرة برضك تحط ده عشان يحافظ لك على الحاجة ما يجيلهاش لكمة، ولو جت اللكمة بتبقى اللكمة خفيفة. هنحط قد ايه؟ طبعا ما بتعيرش بالمعايير، دول 7 كيلو، 7 كيلو علف يعني بص بالايد كده، مش هنقول لك بالمصري كده بركاوي حوالي زي 50 جرام، حوالي زي 50 جرام يعني مش هتفرق طبعا، ومش لازم بتبقى كل وجبه، وجبه الصبح وجبه بالليل، ممكن استكفي بوجبه واحده يعني. العمليه ما هياش دقيقه، انت لو معاك خلاطه وبتعمل كميات كبيره بتعمل طن علف، طن هتحط حوالي 10 كيلو كربونات، بس انا طبعا مش عاوزك تحط كربوناتو باستمرار، انا كفايه فتره الاستقبال بس، ودي ميزه انك تعمل علفك بايدك. ارجع اقول انا ما بستخدمش اي علف جاهز، علفي كله بضربه بايدي، اعرف انا حطيت ايه وعملت ايه عليه، وامتى ازود حاجه وامتى اشيلها. الاضافات عالم كبير، فانا بنقول لك الاضافات ديت شوف ايه فايدتها، فايده الكربوناتو الحاجه الاساسيه بيخفف الحموضه في الكرش. الحموضه بتحصل من ايه؟ نتيجه هضم العلف المركز، العلف فيه نشويات عاليه هضمها بيعمل حموضه عاليه في الكرش، الكربوناتو بيخفف معاك الحموضه دي بالذات لما تكون الغنم لسه جديده على العلف عشان ما يحصلكش لكمه. دي بالنسبه للكربوناتو، فانا بستخدمها في فتره الاستقبال بس، وبعد كده بشيلها خالص من العلف ما بستخدمهاش، يعني اول اسبوع 10 ايام بس بستخدم الكربوناتو. ممكن نحط زي 50 جرام على الشويه دول الله يتحطوا 50 جرام، وعادي لو زودنا شويه تاني مش مشكله يعني. وطبعا دي بالنسبه للكربوناتو. الاضافه الثانيه برضه أساسية الغنم لسه ما هيش صحتها كويسة، اللي هو البريميكس. البريميكس ده عبارة عن مخلوط فيتامينات مع أملاح، بيتحط بنسبة 3 كيلو على الطن. الكيس ده عبارة عن 3 كيلو، سعر الكيس ده 35 جنيه برضك، بالنسبة للكربوناتو الكيلو ب 15 جنيه. دي برضك البريميكس بيتحط يعني 300 جرام على 100 كيلو، طبعا برضك هنحط شوية على العلفة بتاعتي. زائد ده برضك اساسي ما بتستغناش عنه ده باستمرار، البريميكس والخميرة. الخميرة دي خميرة علف، استنى عشان الكيس ده مفتوح بالمقلوب بس، دي خميرة، خميرة علف طبعا ممتازة، معدل تحويل ممتازة، فتح للشهية، بتساعد في هضم العلف، يعني ليها مميزات كتيرة. أنا يكفيني بس إنها بتساعد في هضم العلف وفتح للشهية، دول يكفيني الحاجتين دول، بتنشط الكرش يعني بمعنى أصح كلمة واحدة منشط للكرش، اللي هي الخميرة. دي الكيس بستة جنيه، في أنواع كتيرة من الخميرة، دي الكيس بستة جنيه. طبعا الكيس عبارة عن 250 جرام خميرة والباقي كربونات كالسيوم، يعني ده ربع الكيس بس عبارة عن خميرة. فأنا ده بتحط أو بكتب، مكتوب لك عليه كيلو على الطن، مكتوب عليه هنا أهو، ده بنسبة من نص إلى 1 كيلو لكل طن. لا أنا بقول لك إنك ممكن تستخدم حتى 10 كيلو على الطن، مفيش أي مشكلة، لغاية 10 كيلو على الطن، دي بحط منه بوفرة مفيش أي مشكلة، يعني شوف الكمية عادي جدا مفيش أي مشكلة من الخميرة على العلف. دي توصل معاك 10 كيلو تنشط كرش وتظبط الهضم معاهم مفيش منها اي مشكله. اهي كمان، لان يعتبر غذاء كمان الخميره، فيها نسبه بروتين عاليه، يعني شوف البروتين بتاع الخليه ما يقلش عن 40%، ده تحليل جدار الخليه، فيعتبر غذاء هي كمان، يعني غير انها محتويه على فيتامينات وعناصر مهمه وبالذات فيتامين ب. كده دي علفتنا، هنقلبها. القلب طبعا كويس بس انا ماسك التليفون مش هنعرف نخلط كويس معاكم، بس ايه المهم طب نوصل المعلومه مش اكتر. اللي بيتدرب كميات كبيره بيتدرب في خلاطه طبعا جاهز، استنى لسه فتره الاستقبال دي، حتى لو عندي عدد كبير بحب ادرب كل يوم بيومه عشان في اضافات معينه بحب اضيفها، ازودها شويه انقصها شويه، ربنا عارف ماشي ازاي. عاوز تدرب علفك كله وبعد كده الاضافات تحطها هي يوم بيومه، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. انا لما هنثبت على علف معين هنجيب كميه وهندربها مع بعض
مرة واحدة كده. دي العلفة طبعا اهي، ثانية واحدة بس. نصب العلفة بس هنا في الجردل دي كده، العلفة بتاعتنا. هنشوفها على الميزان كم كيلو. اهي 7 كيلو. دي الخمسة ستة سبعة، داخلين في التمانية، داخلة في التمانية كيلو كمان، 7 كيلو ونص. الجردل هو نص كيلو، الجردل يعتبر نص كيلو او كيلو. استنى نشوف الميزان بس مصفر. الميزان ماشي متصفر عادي، ناقص ماشي، يعتبر 7 كيلو كده. دول 7 كيلو. طبعا الناس اللي متابعانا احنا المرة اللي فاتت حطينا كام؟ بدأنا بكام؟ بدأنا بخمسة كيلو، حطينا 5 كيلو علف بس ما حطيناش 7. دلوقتي اليوم الثاني كده امبارح حاطين 5 5 و5، النهارده هنحط 7 و7. زودنا 2 كيلو كل يوم، هنزود 2 كيلو. طبعا الحمد لله الغنم مفيش اي لكمه. طبعا ازاي هعرف ان في غنم ملكومه؟ لما بحط العلف بلاقي الحاجة مش داخلة في الأكل. لاحظ بديهم دقيقة بس الكل ينتشر. في حاجة عايز اخش هناك، هناك في وسع هناك. كده بس في واحدة مش لاقية مكان. خش هنا، روح هنا. كده الغنم الحمد لله كلها تعتبر مترصصة على العلف، ما عدا طبعا الاثنين دول عايزين يدخلوا بس مش لاقيين مكان. هنكبر طبعا العلفة ان شاء الله دلوقتي. ادي الغنم ان شاء الله. كده احنا زودنا 2 كيلو، امبارح كانت 5 كيلو في الوجبة، النهارده بقت 7 كيلو. طبعا ان شاء الله في شويه امراض كده في الغنم، في عطس وفي افرازات انفيه وفي شويه كحه، بس دلوقتي الغنم ما بيظهرش فيها الصوت عشان خاطر بتاكل. ده كله ان شاء الله هنعالجه ان شاء الله مع بعض اما النهارده، بس عشان عاوز واحد معايا يمسك التليفون عشان خاطر اوريك العلاج اللي هنستخدمه وكل حاجه. تعرف معايا هتعرف من رقمها، لانك هتسجل ده الرقم اللي هنديها الابره وهنتابع معاها خلال يوم او يومين ونوريها لك لما تخف ان شاء الله على العلاج اللي انا استخدمته، عشان قلنا ونعيد ونزيده كمان اكتر من مره. فيديوهاتنا كلها فيديوهات عمليه، ما عندناش شرح نظري بس. كل الفيديوهات لاحظ الغنم كلها من اول واحده ايه دخلت اهو، كله الحمد لله داخل على العلف، مفيش اي حاجه ركنه. طبعا لما بتحصل عندك لكمه هتلاقي الغنم دخلت كلها على العلف وفيها حاجه مش داخله في العلف ما بتاكلش. كله ما شاء الله داخل، بس طبعا دي خايفه اهي كلها دخلت. بس شوف هنا بس المكان ضيق شويه، اتعد لك كده. ايوه في النهايه طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.